مرحبا أصدقائي، أهلا وسهلا فيكم بحصتنا الجديدة من برنامج مدرستي بشكل خاص حصة الرياضيات Mathematics. أنا شمس بعلمكم هيدا المادة يلي هي حلوة كتير ومسلية، بذات الوقت بتخلينا نتعلم أنه نفكر بشكل منطقي سليم. أكيد كل الأشياء اللي عم نتعلمها رح تساعدنا بحياتنا، نقدر نحسب ونجمع ونستخدم الأرقام والأشكال وكتير أشياء تانية. كرمال هيك بدي اياكم دايما تكونوا منتبهين ومحضرين حالكم حتى تكتبوا وتاخدوا المعلومات يلي نحن عم نتعلمها سوا حتى ما تنسوها ابدا. مثل ما بتعرفوا بكل هيدي الفتره نحن عم نعمل تمارين مراجعه لدروس سابقه نحن تعلمناها، واكيد يمكن انتم بعدكم متذكرينها ويمكن في اشخاص بيناتكم عم يتدربوا عليها دايما ويعيدوها، بس حلو انه نرجع نتذكرها مع بعض. بحصتنا لليوم رح نكون عم نحكي عن أسلوب الطرح Subtraction، يعني عكس الأديشن. بدل ما أنا أجمع رقمين مع بعض أو أكثر، زيدهم على بعض، ضيفهم ولاقي المجموع يلي هو السم. بالSubtraction نحن منشيل، مناخد من رقم أرقام تانية ومنلاقي منسميها The Difference، منسميها ذا difference، يعني بدل ما يكون مجموع منلاقي الباقي. إذا بدكم منشيل رقم من رقم تاني ومنشوف قديش بقي عنا. أكيد رح يكون في عنا تمارين على اللوح وأشياء تانية نعملها مع بعض، فحضروا حالكم وفتحوا عيونكم وأذانكم كتير منيح لحتى ترجعوا تتذكروا مع بعض هيدا الدرس. Subtraction is to take away from a number. Subtraction is to remove, not to add. What do we get when we subtract? We get the difference. Yes, we get the difference. Subtraction is to take away from a number. Subtraction is to remove, not to add. The answer that we get when we subtract, the answer is the difference. Yes, it's the difference. Subtraction is to take away from a number. Subtraction is to remove, not to add. رح نبدأ بأول تمرين بحصتنا ورح نشوفه مع بعض على اللوح. التمرين بيقول There are 56 kids at school. في 56 طالب بالمدرسة. 16 of them are girls. 16 منهم هن بنات. أوكي؟ لكن عنا There are 56 kids at school. المجموع هو 56، كل الولاد اللي هن بالمدرسة. 16 منهم هن بنات. والسؤال هو How many boys are there at the school؟ كم صبي في بهيدي المدرسة؟ إذا هن قايلين إنه في 56 كمجموع، يعني الصبيان والبنات مع بعضهم، وحددوا لنا إنه في 16 بس بنات والباقيين كلهم the rest هن بويز. يعني أنا أكيد حتى حل هيدي المسألة وأحزر الجواب وأعرفه كم صبي في بهيدي المدرسة، لازم أعمل أسلوب الطرح. شو بعمل؟ بجيب الرقم يلي هو أساساً عطونا إياه يلي هو المجموع 56، ولازم شيل منه عدد البنات يلي عطوني إياه. مظبوط؟ لازم أطرح شيل عدد البنات، يعني حتى اعمل هالشي لازم احط ماينس عدد البنات هو 16 equals يساوي، بدي الاقي الفرق. الفرق هو يعني اذا عندي 56 ولد 16 منهم بنات، الرقم الباقي الباقيين هن صبيان، فبعمل 56 ناقص 16، 56 minus 16 تلاقي الجواب. وتقدر حل هيدي المعادلة بعمل
vertical subtraction. طبعا بحط التنس تحت بعضهم والونز تحت بعضهم. 6 minus 6 0. 5 minus 1 4. 40. بيطلع الجواب 40. يعني فيني اكتب هون 40 boys at school أو at this school. There are 40 boys. ليش؟ لأنه شلت عدد البنات من المجموع، اللي بيبقى هو رح يكون الجواب لنعرف قديش هو عدد الصبيان الموجودين بهالمدرسة. فهمنا كيف؟ بعمل subtraction، بعمل vertical subtraction، الones تحت بعضهم والtens تحت بعضهم وبلاقي the difference. كمان عنا أمثلة أخرى. There are 367 flowers in the garden. في 367 زهرة بالحديقة. 300 of them are roses. 300 منهم هن وردة، نوع معين من الأزهار. والباقي the rest are tulips. الباقيين هن tulips، كمان هو نوع من الأزهار. السؤال هو how many tulips are there in the garden؟ كم tulips في بقلب هيدي الحديقة؟ نفس الشيء بدي استعمل أسلوب الطرح، بس هيدي المرة إذا لاحظتوا الأرقام اللي عندي إياهم فيهم ثلاث أعداد، 3 digits. 3 digits. أوكي؟ هلا رح نعمل أسلوب الطرح، رح حل هيدي المسألة هون. عنا المجموع بقلب هيدي الحديقة هو 367 flowers كلهم مع بعض. قالوا لنا إنه 300 منهم هن roses والباقيين كلهم tulips. كم tulips في؟ كم tulip عندهم بالجنينة؟ لازم نعمل هيدا المجموع minus roses يلي هن 300، الرست الباقي يلي بيبقى عنا هون بيكون عدد التوليبس. فهمتوا كيف؟ هلا لازم اعمل vertical subtraction. طبعا بحط ال hundreds تحت بعضهم وال tens تحت بعضهم وال ones تحت بعضهم وبحط هيدا الخط 7 minus 0 7 6 minus 0 6 3 minus 3 0 ما بحط شيء. الجواب هو 67. There are 67 tulips in the garden. فهمتوا كيف؟ شكل كتير بسيط بقدر انه اعمل subtraction، اسلوب الطرح. اخر مثال كمان رح نقريه مع بعض. The teacher، الاستاذ او المعلمة، corrected 278 test sheets. المعلمة صلحت 278 ورقة امتحان. 134 were math exams. The rest were science. يعني 134 منهم كانوا رياضيات math والباقيين كانوا علوم sciences. How many science sheets did the teacher correct? كم ورقة علوم صلحت هيدي المعلمة؟ إذا كلهم مع بعض اللي صلحتهم هن 278، لازم اكتب هيدا الرقم هون. و134 منهم كانوا ماث، بشيل منهم 134 واللي رح يبقى هون the rest the difference بيكون هو عدد الاوراق يلي فيهم ساينس. اوكي، فاذا 278
minus 134 equals كمان مرة رح أعمل vertical subtraction. 8 minus 4 4 7 minus 3 4 و 2 minus 1 هي 1 والجواب بيطلع 144 يعني بكتب the teacher corrected 144 science sheets. وهيك بنكون عملنا subtraction وشفنا الدفرنس والدفرنس طلعت هي الجواب. ما تنسوا انه فينا نعمل subtraction ل 2 digit numbers، فينا نعمل subtraction ل 3 digit numbers كمان. وهيدا كان الشيء اللي عم نتعلمه نحن اليوم بحصتنا عن subtraction. تابعونا عندكم وتدربوا عليهم وخلينا نروح مع بعض للفقرة اللي جاية. وهلأ رح نتابع مع كمان تمرين جديد على اللوح. التمرين بيقول circle the correct answer، يعني في عنا هون subtraction وفي عدة احتمالات للجواب الصحيح، نحن بدنا نحط دائرة حول الإجابة الصحيحة. أول وحدة هي 680 minus 40. شو بتقولوا الجواب؟ هو 640 630 أو 645؟ خلينا نشوف. 680 minus 40. 0 minus 0 0. 8 minus 4 4. 6 minus 0 6. الجواب هو 640. كان فينا نعمل mental math، كان فينا نعمل دغري براسنا هيك الونز نطرحهم من بعض والتنز نطرحهم من بعض والهندرد كمان، كان فينا نلاقي الجواب بشكل أسرع إذا تدربتوا على المنتل math تتكونوا سريعين. تاني وحدة هي 703 703 minus 92. نحن عم نعمل هلأ subtraction ل 2 digit number من 3 digit number، يعني هون عند 3 أرقام عم بعمل minus لرقم فيه رقمين عددين. 703 minus 92 equals 612 أو 611 أو 614. خلينا نشوف، نكتبهم مثل العادة. 703 minus 92. أكيد الناين لازم حطها تحت التنس والتو تحت الوانس وهون ما في شيء. 3 minus 2 هي 1 0 minus 9. ما منقدر، تتذكروا شو منعمل؟ منستعير من الجيران، نجي على الهندرد بتصير 6، بناخد وحدة لهون تتصير 10. 10 minus 9 هي 1 6 minus 0 هي 6. وهيك بصير عنا الجواب الصحيح اللي هو 611. حط دائرة نحوله مثل ما طلبوا مني. ذكرتوا كيف منعمل borrowing، I borrow من الجيران، بستعير واحد من الجيران. 703 minus 92 بستعير واحد لأنه 0 ما فيني أعملها minus 9، فبجيب 1 من الجيران بتنقص كمان هي 1 وبيطلع عندي الجواب. ثالث مثال 412 minus 35 412 minus 35 equals منشوف 388 أو 377 أو 386. خلونا نشوف مع بعض. 412 minus
30 اكيد بحط 3 تحت ال1 لانه هودي التنز بحطهم تحت بعض وال1s كمان بحطهم تحت بعض. 2-5 ما بتزبط معي لانه 2 هي اصغر من 5. شو بعمل؟ بجي لعند التنز حتى بتصير 0 وبجيب 1 لهون بصير عندي 12. 12-5 هي 7. 0-3 ما بقدر كمان بجي لعند ال 100s باخذ منهم 1 بتصير هي 3 هون بحط 1. 10-3 هي 7 وهون 3-0 بتضل 3 والجواب هو 377 بحط دائرة من حوله. شفتوا انه هون انا عملت بوروينج مرتين، استعرت مرتين، مرة استعرت من التنز لأنه الوانز هن أقل ومرة استعرت من الهندردز لأنه التنز هن أقل. هذه طريقة كتير سهلة بتساعدني أنه أقدر حل المعادلة الحسابية ولاقي الجواب الصحيح. فإذا اكتبوا هول الأمثلة عندكم، حلوهم وزيدوا عليهم أنتم أمثلة من عندكم ودايما ارجعوا لهم حتى ما تنسون أبدا. وهلأ رح ننتقل أنا وياكم لآخر فقرة بحصتنا. Three hundred minus 20 equals 280. 565 minus 43 equals 522. 784 minus 213 equals 571. 655 minus 320 equals 335. وصلنا مع بعض لآخر فقرة بحصتنا. بهيدي الفقرة رح يكون في عنا تمرين كتير حلو رح أبدأ فيه أنا وعلمكن إياه وبعدين أنتو بتكملوه لحتى تلونوا بالآخر هيدي الصورة. في عنا صورة هون فيها أدوات رياضة، قبعة، طابة وكفوف وهيك أشياء. لحتى نعرف كيف بدنا نلونهم هن عطيونا إنه إذا كان الرقم بين 0 و 20 من لو نتركها أبيض، إذا كان بين 21 و 40 من لونها أزرق، إذا كان بين 41 و 60 من لونها براون. أوكي هيك يعني. بس نحنا بالأول لنقدر نعرف شو الرقم لنقدر نلون بدنا نحلهم. في عنا في منهم addition وفي منهم subtraction. خلونا نبدأ تنقدر نعرف شو بدنا نلون. هون هيدا الأريا رح نعمل 17 plus 17. 7 plus 7 14. بحط ال 4 مع ال 1s وال 1 مع ال 10s. 1 plus 1 2 plus 1 3. الجواب هو 34. 34 هي هون يعني بلو، يعني هون كله لازم نلونه بلو. اوكي انتو حلوه ولونوه بالبلو. تنعرف شو بدنا نلون هون هيدا الاريا نعمل 72 minus 38. 2-8 ما فينا، منروح على 10s نستعير 1 بتصير 12-8 4 و 6-3 3. الجواب هو كمان 34، يعني هون كمان بدنا نلونها بلو. شفتوا كيف لقينا 34 ب addition ولقينا 34 ب subtraction ل 2 digit numbers. تنشوف شو بدنا نلون هون. نعمل 65-37. 5-7 ما بتزبط، منروح على 6 ومنستعير 1 لهون بتصير 15-7 بضل عنا 8 وهون بتصير 5-3 هي 2. الجواب هو 28 يعني بدنا نلون كمان بلو، لكن كل هيدي الاريا بدنا نلونها بلو. هيدي الاريا هون شو بدنا نلونها تنشوف. 23 plus 17. 3 plus 7 هي 10، بحط 0 هون وال1 مع ال10. 1 plus 2 3 plus 1
4 الجواب هو 40 كمان بلونها بلو لانه بعدنا بين 21 و 40 19 plus 14 9 plus 4 بتطلع 13 بحط 3 مع ال 1s 1 مع ال 10s 1 plus 1 2 2 plus 1 3 بيطلع الجواب 33 كمان بلو يعني كل هيدي شفتوا هون كله عم نلونه نفس اللون واخر وحده هي 60 اخر وحده بهيدي الاريا 60 minus 19 0 minus 9 ما بنقدر بنروح عند الجيران عند ال 10s ناخذ وحده بتصير 10 minus 9 1 و 5 minus 1 هي 4 بيطلع الجواب 41 لازم لون ببراون هون لازم لون ببراون هلا القبعه شو لازم لونها ببدا باول قسم هون 58 plus 15 8 plus 5 هي 13 حط 3 مع ال 1s و 1 مع ال 10s 1 plus 5 6 6 plus 1 7 73 يعني لازم لونها هيدي الجهة red 83 minus 16 3 minus 6 ما بتزبط بنستعير 1 من هون 13 minus 6 بضل 7 7 minus 1 6 67 يعني لازم لونها red كمان 39 plus 39 9 plus 9 هي 18 حط ال 8 هون و 1 هون 1 plus 3 4 4 plus 3 7 78 كمان لونها ريد يعني كل القبعة هاد بدي لونها ريد الطابة شو بدي لونها 70 minus 58 0 minus 8 ما بقدر بستعير من ال 10s وحدة 10 minus 8 2 6 minus 5 1 12 يعني لازم اتركها بيضة للطابة هلا الباقيين رح اترك لكم اياهم انتو تعملوهم وتعملوا مثلهم لحتى تشوفوا شو بدكم تلونوا فيكم تحضروا ورقه مثل هاي تعطوها لرفقاتكم او اخواتكم حتى هن يحلون ويكونوا عم يتعلموا اللي انتو تعلمتوه اليوم بحصتنا هذا كان كل شيء بحصتنا لليوم قبل ما ودعكم بدي اذكركم انه نحن بنحب تتواصلوا معنا وتشاركونا برسائلكم عبر الصفحه يلي هي موجوده على الفيسبوك www.facebook.com بتفوتوا على الصفحة اللي اسمها مدرستي سات 7 كيدز واكيد رح نكون كتير مبسوطين انه نستلم منكم الرسائل والمشاركات وهلا بدي ودعكم برجع بلتقي فيكم بحصة جديدة باي is the standard form how much is each of these digits worth The 3 is in the hundreds place. The 5 is in the tens place. And the 8 is in the ones place. This is the expanded form. 300 plus 50 plus 8 equals 358. Taking a number and pulling out all of its digits is to make the expanded form.